هذه الصور التي نشاهدها الآن هي مشاهد للسجون الإسرائيلية. على ما يبدو هناك حالة انتظار لخروج عدد من الأسرى الفلسطينيين من داخل هذه السجون طبقا لاتفاق الهدنة المبرم الآن. كانت حماس قد سلمت اليوم الدفعة المنتظرة وهي 13 محتجزا إسرائيليا، ومن المفترض أن يتم الإفراج عن 39 من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، معظمهم من النساء والشباب دون سن 19 والذين لم يتورطوا في أي عمليات تتعلق بقتل إسرائيليين. إذن إذا كانت لنا معنا من جديد نعود إليها لمعرفة بعض المعلومات عن هذا الأمر أيضا. لنا، هل أنت معي؟ لنا، هل يمكن أن يكون لدينا مزيد من المعلومات التفصيلية حول ما يدور الآن في محيط السجون الإسرائيلية؟ نحن نترقب بالتأكيد خروج عدد من الأسرى الفلسطينيين. صحيح، هذا أيضا ما حدث بالأمس. كانت قد انتشرت قوات إسرائيلية كبيرة حول سجن عوفر، وهو أيضا المتوقع أن يتم إخراج الأسيرات منه. نتحدث أن القوات الإسرائيلية كانت قد نقلت صباح اليوم في تمام الساعة أو ظهر اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القدس، نقلت الأسيرات الفلسطينيات من عدد من السجون في المنطقة الشمالية وقامت بإيصالهم إلى سجن عوفر. وأيضا يعني حتى خلال نقلهم من هؤلاء السجون نتحدث أن عملية النقل هي تحت ظروف أيضا صعبة، يقوم بتكبيل الأيدي والأرجل لمدة ساعتين على الأقل بطولة طيلة الطريق في حافلات يعني يتم وصف ظروفها بالصعبة، خاصة أن الكراسي حتى هذه الحافلات هي فقط مصنوعة من الحديد، وإضافة إلى ذلك هي معتمة بشكل كامل، أي الأسيرات والأطفال لا يستطيعون أن يروا خارج هذه الحافلة ولا حتى أحد يستطيع أن يرى داخل هذه الحافلة.